سبدك عندهم فرش طبي متنوع حق النوم، نوع حق ظهر، نوع حق تنام على الجنب، فرش حق المتان لأن المتين رقبتك صيرة. وتبي تصمم سريرك عندهم هل خدمة، عندهم مراتب نفس ملوت فنادق، وعندهم فرش مانع للإزعاج حق اللي بنحاش خلصه بالليل. وسلبتك عندهم مراتب تنام فيها بالطريقة اللي انت تبيها، شي مثلا شي 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 تقدر تنام شي وشي، كل شيات تقدر تنام فيهم حتى وهي شي مريحة. طفوا الليت تقدر تنام فيها شي نفس بابا عود بعد.